الحمد لله، هذه الأضواء التي في القلوب لابد أن تستخدمها لكي تضيء لك الطريق الموصل إلى الله جل وعلا، طريق الهداية، طريق الرحمة الخاصة من الله سبحانه وتعالى بعباده المؤمنين. والهداية لها 3 أركان، أولا الهادي وهو الله سبحانه وتعالى، ثانيا المهتدي وهو العبد، ثالثا طريق الهداية وهو الصراط المستقيم. يقول الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وهذه هداية التوفيق نطلبها من الله سبحانه وتعالى. ثم قال: وهو أعلم بالمهتدين. فلا بد أن تكون من المهتدين، من الذين يريدون الهداية. وقال الله جل وعلا لرسوله صلى الله عليه وسلم: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وهذه هداية الإرشاد. فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين لنا الصراط المستقيم الذي يوصلنا إلى الله جل وعلا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من المهتدين.